سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض كل سنه وكل العالم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف ليه بقول كل العالم ليه ما قلتش الامه الاسلاميه لان الرسول جه للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فلازم كل العالم يحتفل بمولد النبي الشريف النهارده هنتكلم عن اخلاق محمد هنعرف من هو سيدنا محمد من هو محمد هنصدر سوره الاسلام صح عشان الغرب كلهم يعرفوا مين محمد مين اللي اتي رحمه للعالمين عارف يعني ايه رحمه عارف يعني ايه رسول عارفين ايه اخلاق الرسل الرسل كلها نور على الارض محمد كان نور على الارض أتى خاتم الانبياء أتى بالقران كان خلقه القران ايه اللي بيحصل بره في العالم ليه صدرنا سوره الاسلام غلط انا دلوقتي دوري ايه؟ الاحداث اللي حصلت. من كام يوم اسبوع اللي فات والنهارده عرفت حدث جديد بقى خالص ان واحد مسلم تونسي دخل الكنيسه في فرنسا وقتل اثنين او ثلاثه وفصل بيفصلوا الراس على الجسم على طول ده الاسلام هو ده الاسلام المتصدر متصدر بره ما يعرفوش ايه هو الدين الاسلامي اقعد اتكلم واقول اقاطع المنتجات الفرنسيه وقاطع وقاطع وفداك وفداك لكن اصدر صوره الاسلام اصدر صوره محمد ما بيحصلش انا النهارده قررت ان الحلقه دي هتبقى جهاد في سبيل الله يعني ايه جهاد في سبيل الله الحلقه دي هتترجم باللغه الانجليزيه لازم كل العالم يشوفها انا دلوقتي بكلم مسلمين ومسلمين عارفين الكلام اللي انا بقوله ان كلنا عارفين اخلاق النبي كلنا عارفين ان النبي كان رحمه كان نور كان الصادق الامين كان كل حاجه حلوه على الارض كلنا عارفين لكن الغرب ما يعرفش دول اوروبا ما تعرفش في متطرفين يهود بيستغلوا الحته دي طبعا هنطلع فاصل الاذان بعد دقيقة بالظبط ونرجع تاني بس قبل ما نطلع الفاصل أنا بقول لكم إن في متطرفين بيستغلوا النقطة دي فلازم شيوخ الإسلام لأن ربنا قال لست عليكم لست عليهم بمسيطر وما على الرسول إلا البلاغ أنا ببلغ فقط ماليش دعوة أنت حر كل إنسان حر في حياته لكن واحد يرسم صور مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام وأروح أفصل راسه عن جسمه أنا مسلم أروح أفصل رأسه عن جسمه دي أخلاق محمد محمد كان بيقابل إساءة إزاي؟ كان بيقابل إساءة بالحسنة أنتوا ما تعرفوش قصة محمد ما تعرفوش محمد كان بيعمل إيه مع الكفار والكفار كانوا بيؤذوه قد إيه؟ هنتكلم في الحلقة النهاردة الكفار كانوا بيؤذوا محمد قد إيه؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني فالجهاد في سبيل الله هو إن أنت أي إنسان على الأرض سواء دوره في منصة إعلامية أو دوره على السوشيال ميديا وكل ده إعلام مرئي أو مسموع يوضح للناس بلغات العالم كلها من هو محمد بكل اللغات لازم الناس كلها تعرف من هو محمد مش هسيب واحد إرهابي متطرف عن الدين الإسلامي ولا يمص الدين الإسلامي بأي صفة إنه يصدر صورة الإسلام للغرب لا ما صدرش الصورة دي للغرب أخلاق محمد لازم كل الدنيا تعرف أخلاق محمد انا هحكي قصص عن محمد بس في الوقت مشكلتي في الوقت فهو كان رحمه رحمه بكل البشر رحمه بالنساء بالرجال بالضعيف بالعدو بالذكر بالانثى بالحيوان كان رحمه بكل حاجه على الارض محمد كان نور مش رسول عادي محمد ليس مش رسول عادي عشان كده كنا عايزين نصدر كل ده لدول الغرب طيب كان ايه محمد تاني ما فيش غايبه ولا نميمه ما يقدرش يجيب سيره انسان حتى لو عدو ما يقدرش يجيب سيرته لانه بيطبق خلق القران يعني ما يسمع مثلا شيخ او اسمع اي انسان يجيب سيره عدو ده علي اللي عمل ما اعرفش ايه ومحمود اللي عمل ايه دي غايبه ونميمه نميمة ربنا قال ولا يختب بعضكم بعض محمد كان قران على الارض بنص السيده عائشه لكن اما واحد بقى يرسم صور مسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام. واروح افصل راسه عن جسمه اقتله ده ازاي يعمل كده الرسول عليه الصلاه والسلام لو عايش لو عايش معانا دلوقتي وشاف هذا الشخص اللي رسم صوره مسيئه للرسول انت تتخيل كان هيعمل ايه؟ كان الشخص ده لو موجود معاه كان هيقول له انت ايه اللي انت عملته ده ايه الرسم اللي انت رسمته ده؟ نفترض ان الارهابيين المتطرفين عن الدين دول مش مسلمين اساسا. احنا هنتكلم بس على الاخلاق الاول بعد كده هقول لكم ايه الجهاد في سبيل الله وايه الغزوات والرسول كان بيعمل ايه رسول اطرد من مكه رسول كان الكفار بيأذوه اذى غير طبيعي معنوي ونفسي ومادي كل حاجه خدوا امواله خدوا كل حاجه وطردوه من احب البلاد اليه احب البلاد اللي هو اتربى فيها وعاش فيها اللي هي مكه طرد وكان حزين لما طرد لكن كان بيصبر وصابر وعمره ما اذاهم عمره ما عمل لهم حاجة خالص نهائي ما يقدرش يعمل لهم حاجة لأنه بيطبق القرآن ماشي على تعليمات ربنا سبحانه وتعالى يعني الكفار اللي كانوا بيؤذوا محمد قريش اللي كانت بتأذي محمد وكانوا بيسموه قبل البعثة بالصادق الأمين يعني إيه الصادق الأمين؟ كل كلمة بينطقها محمد كانت صدق من جوه روحه عمره ما يقول كلمة اللي جوه غير اللي بره الصدق يعني انت تقول كل كلمة صدق وكان أمين بيروحوا واخدين قريش كانوا بييجوا مثلا الذهب او الاموال اللي عندهم بيحطوها امانات عند محمد لان ده كان امن واحد في الوقت ده لدرجه ان هو طالع من مكه كان عنده امانات كان عنده امانات لقريش المفروض يديها لهم وطبعا دول اعدائه وكان لسه معاه ودائع وحاجات قال لعلي علي بن ابي طالب خليك انت في مكه انا هروح المدينه وخليك انت عشان الودائع بتاعه قريش تديها او الامانات دي تديها لهم شفت قد ايه الامانه وكانوا اعدائه هي دي صفاته هي دي, دي اللي تخلي الناس الغرب اللي ما يعرفوش الدين الاسلامي يخشوا من اخلاقه وصفاته لكن ما اروحش اعمل عملات اجراميه شيطان على الارض وتقولي هو ده الاسلام لا مش ده الاسلام انا ضد كل اللي حصل لكن انا مع عايزه اوضح أو صوره جميله عن الرسول مين هو الرسول نفسي كل الناس بالذات الاجانب يسمعوني ويعرفوا مين هو محمد. انا لو قطعت المنتجات الفرنسيه دلوقتي نفترض ان انا قطعت المنتجات الفرنسيه دلوقتي ما في مصريين وفي مسلمين كتير شغالين في المنتجات دي وعمال كتير هيتخرب بيوتهم بسبب ان انا هقاطع المنتجات دة ذنبهم ايه وبلاش مقاطعه المنتجات الفرنسيه والجامعات الفرنسيه والطلبه اللي بيتعلموا ذنبهم ايه دول ذنبهم ايه عموما يعني ومحمد لو عايش كان هيعمل كده لا مش كان هيعمل كده لانه بيرد الاساءه بالحسنه برد الاساءه بالحسنه عشان الناس طبيعي ما ترد الاساءه بالحسنة طبيعي هو يدخل في الاسلام. طبيعي ده انت كده بت... بتقدم الاخلاق الصح الاخلاق الكريمه. سيدنا محمد كان كريم ربنا قال... قال له وانك لعلى خلق عظيم هي دي الخلق كان بيطبق اسماء الله الحسنى على الارض. عارفين ايه هي اسماء الله الحسنى؟ الحق العدل الرحيم رحمه كل الانبياء على فكره كل الانبياء كانوا نور على الارض. بيبقى لهم طبيعه معينه. طب ايه موضوع الغزوات والقتل وكانوا بيقتلوا والحاجات اللي طالعه عن الغرب ان الدين الإسلام ده دين القتل. لا دين الاسلام مش دين القتل. الاسلام كان هم اللي بيحاربوه بيجوا يقتلونا يعني الكفار كانوا بيجوا يقتلونا فطبيعه نرد عليهم لان ربنا قال لهم كده في القران واقتلوهم حيث ثقفتموهم الملحدين واخدين الايه دي بالذات عمين يصدروها واقتلوهم حيث ثقفتموهم انتوا عارفين يعني ايه واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ يعني لو واحد جاي يقتلني هقتله. لو واحد جاي يقتلني انا بدافع عن نفسي ده طبيعي ما هسيبه يقتلني ما طبيعي بدافع عن نفسي واحد جاي يحتل ارضي هدافع عن نفسي ف اما اجي اقول لك صلي على محمد يعني ايه صلي على محمد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الصلاه لو عرفت معناها يعني الاتصال بتصل بتصل بمحمد باخلاق محمد بطبق اخلاق محمد هي دي الصلاه على محمد هي دي الصلاه الصلاه زي ما اروح اصلي ربنا وانا بصلي ربنا ازاي ان انا بعمل الطقوس بتاعتي ان انا بعملها لا لازم يبقى في اتصال بينك وبين ربنا هو ده الصلاه لما اصلي على محمد يبقى في اتصال بيني وبين محمد يعني بطبق اخلاق محمد هو ده الاسلام ما يكونش واحد مسلم بيكذب ما يكونش واحد مسلم بيعمل غيبه ونميمه ما يكونش واحد مسلم آه مثلا بيقول الفاظ مش كويسه مش ده الاسلام بينصب بيسرق مش ده الاسلام بيقتل مش ده الاسلام امال ايه هو الاسلام الاسلام دين السلام دين المحبه دين الرحمه كان قبل ان الرسول كان رحيم كان رحمه للعالمين كلهم ما فيش حاجه اسمها قتل لما كنت بتكلم ان الرسول قتل في روايه عن البخاري ان الرسول قتل شخص ليه بقى كان قتله ليه لانه هو كان بيدافع عن نفسه ده روايه طبعا انا ضد الروايه دي ليه بقى لان الرسل دي روايه الله اعلم صح ولا غلط يعني روايه بس الرسل او الانبياء لا يقتلوا من ضمن صفات الرسول عليه الصلاه والسلام الكرم يعني ايه الكرم بقى كان مره طالع رسول يوم الجمعه بيروح يصلي الجمعه بيلبس احسن حاجه عنده واجدد حاجه عنده وهو راح صلاه الجمعه الصحابي واحد من الصحابه بيقولوا يا رسول الله العبايه اللي انت لابسها دي جميله قوي الرسول من كرمه عشان هو كريم قوي عمره ما يحرج حد عمره ما يقول لحد لا راح قلع العباية وادهاله، له له فهو راح البيت رجع تاني البيت عشان يجيب عباية تانية هو ما كانش عنده غير اتنين بس فواحد من الصحابي بيقول له انت ازاي تاخد من الرسول العباية بتاعته الجديدة ده هو ما عندوش غير اتنين ودي بتاعته انا عارف يعني ايه ازاي تاخدها وكده فهو اتحرج قوي الراجل الصحابي واتكسف وقعد يقول له انا محرج جدا من الرسول انا مش عارف ازاي عملت كده فجه تاني يوم راح له وقال له يا رسول الله انا اسف جدا ان انا خدت منك العبايه بتاعتك فلو سمحت خدها فالرسول قال له لا انا مش عايزه انت دي هديه مني ليك شوف قد ايه الكرم كان كريم في كل حاجه كل اخلاق الانبياء اخلاق الرسل دي عارفين اللي هم حاجه جميله قوي 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 حاجه ما حصلتش باخلاق الرسول لو انت تحليت بالاخلاق دي لو انت بقى بتصلي فعلا على محمد وبتحب محمد فعلا وتحليت باخلاق محمد صدقني صدقني بدون اكراه بدون اي حاجه العالم لو شافك كده هيدخل في الإسلام لأن ده دين السلام دين المحبة دين لجميع العالم مش دين المسلمين لا ولا دين المسيحيين ولا دين اليهود ولا دين الكفر العالمين كل البشرية على وجه الأرض لازم أخلاق محمد توصل لكل البشر وأنا بقول رب ضرة النافعة اللي حصل ده هيخلي يبقى في تغيير هيخلي شيوخ الازهر يصدروا الصوره الصح للاسلام بدل ما كل شويه قتل 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 من الارهابيين الارهابيين في كل مكان الارهابيين مش في دول الغرب بس بس انا عمري في حياتي ما حد يعمل حاجه مسيئه ان انا اقابلها باساءه لان الرسول علمني كده علمني الانسان اللي يسيء ما قابلوش باساءه ولا قطع المنتجات الفرنسيه هيفيد في حاجه ولا بالعكس انت هتخرب بيوت ناس كتير جدا بدون داعي ولا انا اطلع مظاهرات وفداك يا رسول كلنا فدا رسول الله بس بفعلك مش بكلامك اتكلمنا كتير عايزين افعال ايه هو الفعل؟ انت دلوقتي بتجاهد في سبيل الله اما تبدا على السوشيال ميديا باللغات الاجنبيه تترجم اخلاق الرسول وتصدرها لكل المواقع على اليوتيوب او كل المواقع الاجنبيه انت بتجاهد في سبيل الله هو ده الجهاد في سبيل الله